اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. بدايه اسبوع سعاده وهنا على كل الساده المشاهدين اللي بيتابعوا القناه الاولى. النهارده مع بعض المطبخ بتاعنا تدريبي، نعتبر ان هو تربوي لكل مبتدئين المطبخ. هنقول الف باء مطبخ مش قوي كده. معانا مقلوبه النهارده، المقلوبه بتختلف عليها الاقاويل، البعض يقول لك دي بتاعتنا، بتاعت بلدنا، ده سلو بلدنا، المقلوبه اللي يعملها تاخد اللقب بتاعها. انا هعملها النهارده بخفه دم مصريه، مقلوبه بالبتنجان مع اللحم المفروم، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، وهل ممكن نعملها بالارنبيط، نعملها بالفراخ؟ الكلام والاجابه هنشوفها من خلال الحلقه ان شاء الله. معانا كوسه النهارده لطيفه وجميله خضراء لسه طازه، هنعملها شوربه النهارده بالكزبره. الكوسه مفيده للقلب، من الخضروات الجميله جدا للقولون واللي بتساعد على الهضم، هعملها النهارده شوربه مع الكزبره، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، واحنا محتاجين في ايام الشتاء الشوربه اللطيفه الحلوه اللي تدينا طاقه وتدينا دفع. معانا معركه النهارده ما بين الفطير المشلتت والقرع العسلي، الاثنين بيتنافسوا على الطعم، كلنا عارفين طعم الفطير المشلتت من الصعيد الجميل والريف المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو، مع القرع العسلي من خير ارضنا، الاثنين هيجمعهم كسرولة واحده ونسميها ام علي بالقرع العسلي. حلقه مهمه جدا، مفيده جدا، هنستفيد منها معلومه غير معلومه، وهي مفيده جدا للمبتدئين في المطبخ، وخاصه اللي حابه تخش المطبخ تعمل اختراع. مقلوبه بالاردبيط والدجاج، المشكله لما اعملها باللحمه المفرومه بس على طريقه المغازي. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بحلك سرك يا ابو الشيف، خط سير الحلقه هيمشي ازاي. معانا كوسه لسه ما تقطعتش، ومعانا بتنجان، ده بنستعرض الماتيريال بتاعنا عشان ندي اشاره ان بتقدري بتكلفه المطبخ والحاجات اللي موجوده عندك تخترقي اي مطبخ انت حباه، حتى المطبخ الفلسطيني الاردني الخليجي. المقلوبه مشهوره جدا في كل المطابخ العربيه. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. معانا بتنجان رومي من خير ارضنا، ولازم يكون بتنجان رومي لطيف وحلو وطازه وفريش، ومعانا لحم مفروم، ومعانا بصل وتوم، ومعانا بقدونس، ومعانا كمان من البهارات ملح وفلفل وشويه كاري. الله عليك يا شيف. والرز المصري ده اساسي، وهو ده عصب والعمود الفقري للمقلوبه. غير الرز المصري المقلوبه ما تتعملش، ومحدش يفتي فيها خالص. ليه يا شيف مغازي؟ لان الرز المصري غني بالنشويات والكربوهيدرات اللي بتساعد على تماسك المقلوبه عشان تتقلف في صينيه بعد ما تستوي. المقادير شفناها مع بعض، انا هشوف دلوقتي ازاي نتبل اللحمه المفرومه بتاعه المقلوبه. وان احنا نعمل المقلوبه بلحمه مفرومه دي حاجه جديده يا شيف مغازي. انت عايز تعمل فراخ بطريقه جديده؟ عينيا يا فد. انا هقول لك على طريقه سهله جدا. علبتين زبادي اسحبهم من الثلاجه، اخفقهم مع فص توم وعصره ليمون وشويه ملح وشويه فلفل. تاخدي الفراخ قطعيها حطها في الزبادي لمده ساعتين، شيلها من الزبادي دخلها الفرن. خلص الكلام، تحت امرك يا ست الكل. طريقه سهله وبسيطه وغير مكلفه. زبادي بقى يعني لازم يكون طبعا تاريخ صلاحيته كويسه، ما يكونش بقاله كتير في الثلاجه علشان ما يسببش مشاكل صحيه، دي مهمه جدا. وخلينا نقول لحضراتكم علامه كده، لما تعرفي الزبادي في قلب الثلاجه تاريخ صلاحيته خلص، مالكيش دعوه بالتاريخ اللي موجود، ليكي برؤيه العين. ممكن الثلاجه الكهرباء بتاعتها فصلت، التبريد ضعيف، فده طبعا ملوش دعوه بتاريخ الصلاحيه. لو لقيت الغطا بتاعت علبه الزبادي طلع لفوق كده وعمل شكل كيرف، اعرفي ان علبه الزبادي دي خلاص اتخمرت وما ينفعش استخدمها. غطى علبه الزبادي بالمستوى بتاع ارتفاع علبه الزبادي يعني مسطح كده، اعرفي ان علبه الزبادي بخير وسلام. معانا مين؟ أنا أم الله يرحمها زمان كانت تجيب علبة الصفيح بتاعة السمنة وتعملها تطبقها كده وتحطها على عين البوتاجاز وتشوي السمك الردة، ده طعمه بقى لغاية دلوقتي. الكلام ده مش موجود دلوقتي، بس أنت لو هتعمله في البيت تعمله زيت وليمون سنجاري، أما ردة يكون في مكان فيه تهوية وتشويه على عين البوتاجاز عادي على جريلا كده. دلوقتي الأمور اتطورت وفي جريلات وفي طاسات لطيفة جدا للشوي. هو ده السمك المشوي. هناخد اللحم المفروم نعمله قراص كده علشان نعمل النهارده المقلوبة بالبتنجان واللحمة المفرومة. الشكل ده كده، يلا. تبلنا الحتة اللحمة. حبايبنا اللي بيقولوا ان احنا عايزين نعرف التفاصيل الصغيرة للأكل اللي الشيف بيعمله، اللحمة اتبلت زي الكفتة كده، بحمرها كده هنا بالشكل ده كده. الحلة دي هعمل فيها المقلوبة، الحلة دي هعمل فيها صلصة المقلوبة، الحلة دي هتحط فيها البتنجان، يعني هنسميها المقلوبة ذو الحلة الواحدة. بالشكل ده كده. اجابه الخرشوف،
احنا بنجيب الخرشوف من الراجل الطيب اللي بيوع على العربيه او من اي حد بتاع خضار بنلاقيه اخضر وحلو كده، نجيب اللي هو شكله اخضر وحلو، بنروح على البيت يتغسل بميه ساقعه. بعد كده بنجيب حله فيها ميه كتير، لو 2 كيلو 3 كيلو لازم تكون الحله كبيره، بنحط فيها شويه ملح وسلايز من الليمون، ونحط فيها الخرشوف ونحط عليهم غطا تقيل شويه عشان ينزل تحت علشان يتسلق لانه هيطلع على الوش. بعد ما تلاقي لونه اتغير واستوى بتاخد الخرشوف ده تشيل الورق بتاعه تعملوا له الصلصه الفرنسيه زي اخواننا الفرنساويين كده، وناكله يبقى لطيف وحلو. عباره عن زيت زيتون، معلقه خل، عصره ليمون في قلب الخلاط مع فص ثوم وصوص لطيف كده، وناكل الورق بتاع الخرشوف بيه. بقيه الخرشوفه بيبقى عندنا الكعب والقلب. الكعب اللي هو يتحشي، والقلب طبعا اللي هو يتعمل سلطه. انا هبدا احمر الكفته بتاعتي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه، وعندي البتنجان هقطعه دلوقتي واحمره، وعندنا الرز المصري، هو فيه شويه تظبيط كده وشويه بزنبلاص تحضير يعني للمقلوبه بالطريقه الجديده النهارده. خلونا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه مقلوبه بطريقه جديده النهارده، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تقطيع البتنجان حرفه. بتنجان جاب، انا شخصيا بحب اللون الاصفر بتاعه وانا هعمله مقلوبه النهارده، فعايز اعمل اماره كده ان اللي ياكل من المقلوبه دي يعرف ان هي بالبتنجان، فلازم اسيب سواده وجماله، لان السواد والسمار حلاوه، خلي بالك. والبتنجان لحمه الفقير. يعني ايه يا شيف؟ يعني البتنجان ده مفيد جدا، غني بالالياف، غني بالأكسدة بتاعته، الجمال اللي فيه كمان ان هو امن، يعني مفيش اي مشكله منه. انا هحمره كده ياخد صدمه ناريه اهو، مش هيشرب مني الزيت خلي بالك، لان البتنجان بتاعي طازه بالشكل ده كده اهو اهو. تحمير البتنجان مهم جدا، واقشر البتنجانيه كده واسيب شويه من السمار بتاعها. نعم يا غالي، حاضر عينيا. بيقول لي اللحمه المفرومه راحت فين؟ ساب البتنجان وساب كل، جيب الصوره الحلوه دي وقول الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ دي الكفته بتاعتي اللي انا هعملها مقلوبه، هنطلعها هنا كده اهو عشان انزل بصلايه احمرها. شايفين الجمال ده كده اهو اهو اهي اهي اهي، شفت اهي؟ اللهم صل على النبي. اهي اهي، يلا اهي اهي. دي فين بعد كده؟ اصبر على رزقك، في خطوات مسبقة لعمل المقلوبة بطريقة جديدة النهاردة. وقولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. هي كفتة الرز، ما تبقاش كفتة الرز والمسمى ده إلا بلحمة جمل يا ست الكل. لحمة جمل من عند جزار معرفة، تتجاب وتتفرم مع كوباية رز مغسولة ومنقوعة لمدة ساعتين ثلاثة عشان ناخد النشويات اللي موجودة فيها. حمر البتنجان كده بتاع المقلوبة. أنا عامل تركاية هنا معايا الأساتذة المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. الرز المصري اللي أنا هعمله مقلوبة نقعه في مية مغلية، مش بسلقه، لا، جبت مية مغلية من غير ملح من غير أي حاجة خالص، وحطه في مية مغلية. ده الرز المصري، وهستفيد بالمية دي في المقلوبة خلي بالك. يعني انا مش هرمي الميه دي، عشان الميه دي غنيه بالكربوهيدرات، الميه دي غنيه بالنشويات، موجوده فيها المعادن، فيها الفوائد بتاعه الرز، لانها ميه مغليه اكيد خدت العناصر الغذائيه اللي موجوده في الرز، فانا هستفيد بيها. بس هتقولي لي ليه نعته في ميه مغليه يا شيف مغازي؟ ده كلام، انا معايا التايم بتاع الحلقه بتاعتي محدود، معايا اخراج، معايا ناس حبايبي، لازم اظبط الامور بتاعتي عشان اطلع بالاخر بشكل المقلوبه. اما بالنسبه لكفته الرز كالاتي: فرمنا اللحمة الجملي، بعد كده حطينا عليها الرز المغسول والمنقوع، بعد كده فرمناهم كلهم مع بعضيهم مع الخضرة بتاعت الكفتة، بقدونس، كزبرة، شبت، كل ده مع بعضه، فصين توم حلوين، قرن فلفل حار عشان تبقى سبايسي، وبعد كده بنصبحها صغيرة ونحمرها في قلب الزيت. بنكون مجهزين صوص طماطم لطيف وحلو، بتنزل مع صوص الطماطم ده وتاخد غلوة، نقدم معاها رز بشعرية
نقدم معاها رز ابيض زي ما احنا عايزين. دي البصلايه بتاعت المقلوبه، عباره عن بصل وتوم مكان تحمير الكفته. دي التركايه بقى اللي عايز اوصل لها، مكان تحمير الكفته. بنزل بشويه بهارات حلوين على البصله بالشكل ده كده، فلفل، ملح، على البصله شويه كمون عشان البتنجان يحب الكمون ويحب الكزبره، المقلوبه بتحب البهارات العربيه بالشكل ده كده زي الفل. اقلب ده كله مع بعضه. بصلايه خدت لون، خدت طعم، بصله وتومه. مكان تحمير اللحمه المفرومه عشان انا ما عنديش شوربه، هجيب شوربه منين؟ ده لحمه مفرومه، لا سلقت لحمه على النار ولا سلقت فراخ على النار، خلي بالك. اهو بحمر البصلايه كده بالشكل ده كده. معانا مدام منى، حلو، سؤال ممتاز جدا. الاستاذه بتسال من خلال السوشيال ميديا، عايزه طريقه العمل السندوتشات عشان لما الاولاد يجوا رايحين على المدارس ياخدوا سندوتشات من ايد ماما. طريقه سهله وبسيطه، بتجيبي كيس توست بتخليه عندك في الثلاجه. الطريقه السهله الاولى انك انت تاكليهم السندوتشات اللي هي تقعد لها عمر طويل شويه، يعني ما نعملش سندوتشات بيض دلوقتي، هياكل بيض في المدرسه او في على التخت بتاعه اصحابه هيشموا ريحه البيض. اعملي سندوتشات جبنه، حاجات لطيفه حلوه زي الفل. تعملي له مع التوست ده، تعملي البطاطس دي مقليه وتحطها له في قلب التوست ما بين بعضه مع شريحه من الجبنه. الحاجات دي كلها سهله وبسيطه. انا كده بحمر البتنجان. عندك طريقه كمان لعمل السندوتشات، بتجيب اللحمه البارده تعمليها تكون في الثلاجه عندك، وتقطعيها الصبح كده مع تحميرها في الزبده وتحطها ما بين التوست وبعضه مع برضه شريحه من الجبنه. ما تنسيش قطعه من الفواكه سواء تفاح او فراوله برضه في البوكس بتاع اللانش، بتاع اللانش بوكس بتاع الطفل وهو رايح على المدرسه. الحاجات دي كلها مهمه جدا. الجوافه فيتامين سي مع الوجبه بتاعته، مش لازم برتقان ويستفندي. البتنجان يتحمر بالشكل ده كده، صوص الطماطم جاهز بالشكل ده كده. اطبق المقلوبه بس وهناخد بعضينا ونمشي على طول. نرص اللحمه دي كده هنا بالشكل ده كده بتاعه المقلوبه. شوف انا برصها ازاي. اللهم صل على النبي. معانا بتنجان، اللهم صل على النبي. باخد البتنجان ده كده اللي اتحمر منه واحطه هنا كده اهو. مقلوبه في الحله، مش هدخلها فرن. وعرفنا سموها مقلوبه ليه مغازي؟ لان بتتقلب في قلب السرفيز بتاع التقديم. نجيب الرز المصري بتاعنا مغسول بعد ما اتغسل. الله الله الله، حطيته في ميه مغليه عشان يتشرب مع الكفته والبتنجان. لسه ما خلصتش. المقلوبه على طريقه المغازي وحقوق الطبع لدينا وبس. ترجع الكفته تاني هنا. الله عليك وعلى والديك. ناخد البتنجان يا عم الشيف. ماشي، نجيب بس مصفه كده صغيره. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. البتنجان يتحط هنا كده. ننزل بشويه رز تاني. هي فيها الصوص بتاعها اللي احنا حطيناه في البدايه خالص مكان تحمير اللحم. واغطي الحله، والمثل الشعبي يقول لك اتقل على الرز لما يستوي. شويه شوربه، شويه ميه من ميه الرز في قلب الحله، واسيبها كده يا عم الشيف على نار هاديه. زي الفل. ويقدر البتنجان ده بعد تحميره ازين بيه طبق المقلوبه، مفيش مشكله. يعني عندي بتنجان اتحمر، بعد المقلوبه دي ما بتستوي بعمل ايه يا شيف مغازي؟ بزين طبق المقلوبه بالبتنجان. نبص على المقلوبه كده واحنا طالعين فاصل، نودعها لمده 30 دقيقه، هنتفرج عليها ونبص عليها بعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، بعد الفاصل لكثافة البتنجان مع المقلوبة. أنا عاشق للبتنجان وخاصة لما يكون مع طبق مقلوبة
والرز يخش جوه اللحم بتاع البتنجان، بيبقى فيه حكاية هنا. الرز المصري بتاعنا غني بالنشويات، اللطافة والجمال فيه إن لما مع البتنجان وهو بيستوي كده، أهو شايفين المقلوبة بتاعتي؟ أهي في قلب الحلة، عملتش حاجة أنا. الفاصل بتاعنا الرز شرب ميته وخليها زي ما هي كده، وأنا مهدي النار عليها. حلو الكلام؟ أنا لازم أظبط التايم بتاعي. فالقصة كلها الرز خدته غسلته، بعد ما غسلته نقعته في مية مغلية. ليه يا شيف؟ علشان يستوي شوية ويفك ويحل معايا. لما أحطه هنا بقى بالشكل ده كده، الصورة أهي، أهي يا ست الكل. شفت الرز معايا والبتنجان واللحمه المفرومه بقت كفته مع البصله اللي اتحمرت مكان تحمير الكفته مع التوابل، وعملت المقلوبه على عين البوتاجاز وفي حله واحده. دي طريقه المغازل. الله، بس هسيبها بتغلى بالتكتك على النار. نغطيها. يلا يستاذن فريق العمل بتاعنا الشاطر الجميل مقادير المقلوبه تاني للساده المشاهدين، لان دي حصريا على شاشه القناه الاولى. كلنا بنعملها بالفراخ والاردبيط، بنعملها باللحمه الهبر الضاني والبتنجان. انا النهارده عملتها بلحمه مفرومه وبتنجان، كسرت القواعد. مقاديرها على الشاشه، وقولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. لحم مفروم ضاني كندوز اللي عندك نسبه الدهون من 20 لـ30%، بتعملها كفته. معانا بتنجان رومي جبناه مع بعض من خير ارضنا، قطعناه وحمرناه. التركايه بقى والتكنيك العالي في التنفيذ ان انا بجيب حل على النار، السمكه بتاعه الضلع بتاعها او الجسم بتاعها تكون سميكه شويه عشان ما تحرقليش الاكل. بحمر الكفته، بعد ما بحمرها بشيلها على جنب مكان تحمير الكفته، بنزل كده في جوس نزل، في بيون نزل، في طعم نزل مكان تحمير الكفته. هي دي الشوربه بتاعه المقلوبه. بنحمر بصلايه، بنحمر تومه، شويه بهارات حلوين من ضمنهم الكاري عشان اللحمه هنا. وبعد كده بحط شويه صوص طماطم واسيبهم ياخدوا غلوه على النار. بنزل بعد كده باللحمه والبتنجان، وانزل بطبق من الرز وبعدين باللحمه والبتنجان وطبق من الرز وبعدين اللحمه والبتنجان وطبق من الرز، واغطيها وقولي معايا اتقل على المقلوبه لما تستوي. والمقلوبه اخبارها ايه؟ نأمن عليها كده زي الفل يا عم الشيف. كل اللي انا هعمله هاجي في الاطراف كده اهو. الرز المصري ميزته طبعا بيتماسك مع المقلوبة، عشان كده المقلوبة ما تتعملش غير برز مصري. شايفين الجو ده كده؟ اه. يلا كله منتظر هي هتتقلب ولا مش هتتقلب، الرز استوى ولا ما استواش. صلي على الحبيب قلبك يطيب. نعم هنشوف. لا نزلت، طالما سمعت الصوت الناعم ده كده خلاص. اهي اهي اهي، اللهم صل على النبي. ايه يا شيف المقلوبه اللي ما خدتش منك دقائق معدوده دي؟ ايه ده؟ ايه الشغل اللايف ده؟ اه شايفين الحمار والجمال مع سمار البتنجان ولونه الاسود الحلو. مطبخنا على شاشه القناه الاولى بنشوفه دايما رؤيه فن ابداع. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.